هل بعت منتج في موقع ايباي وانت غير متأكد من استقبال المبلغ من البيعة؟ اذا في هذا الفيديو سأريكم كيف يمكنكم ان تتأكدوا من انكم استقبلتم المبلغ. عند حصول صفقة في حسابكم سترونها في الرابط سولد المبين هنا، لقد دخلت لماي ايباي وللرابط سيلينج، وتضغطون على الرابط سولد لكي تروا الصفقات التي حصلت في حسابكم. هنا يوجد صفقة التي حصلت في حسابي، هنا المنتج التي بيع في حسابي، والعلامة الدولار، هذه العلامة تدل أن المنتج قد دفع. فدائما تأكدوا أن الدولار ملون باللون الأسمر وليس باللون السكني كما هو مبين هنا. فلاحظوا أيضا عندما تمرر الماوس عليه سترون متى الزبون دفع ثمن المنتج، ما هو التاريخ. فطالما علامة الدولار وعلامة الفي هذه الصح ملونة باللون الأسمر يمكنكم شحن المنتج للزبون. إذا واحد من هذه العلامتين ملونة باللون السكني كما هذه العلامات ملونة باللون السكني، هذا يعني أن الصفقة غير مكتملة. عليكم الانتظار حتى تكون ملونة باللون الأسمر هذه العلامتين ومن ثم تشحنوا المنتج. إياكم شحن المنتج إذا لم تكن واحد من هذه العلامتين ملونة باللون الأسمر. أيضا للتأكد من استقبال مبلغ الصفقة من مبلغ المنتج، دائما اضغطوا على More Actions وسيكون هنا الرابط View PayPal Transaction. عند الضغط عليه ايباي سينقلكم لموقع PayPal وسترون تفاصيل الصفقة وأنكم حقا استقبلتم مبلغ المبيعات لهذا المنتج. وهكذا يمكنكم أن تتأكدوا من استقبال مبلغ المبيعات التي ستحصل بحسابكم في موقع ايباي. أتمنى أني أضفت لكم معلومات جديدة واستفدتم من هذا الفيديو، وإذا واجهتم أي مشكلة يمكنكم كتابتها تحت الفيديو بالتعليقات وسأساعدكم بأسرع وقت ممكن. وأيضا لكل المعنيين أن أعلن فيديو لموضوع معين يخص البيع أو الشراء في موقع ايباي أو موقع أمازون، أرجو كتابة الموضوع في التعليقات وأعدكم سأعلن فيديو عنه. لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت. أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع ايباي وأمازون. أتمنى لكم النجاح ببيع منتجاتكم، سأراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.